والبطولة بتجيب البطولة. معانا كابتن طارق السيد، يقول لنا الكلام اللي انا بقوله صح ولا مش صح؟ كابتن طارق، طول عمرك بتقول كل الكلام حبيبك يا كابتن طارق، ازيك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. شفت مباراة النهارده ازاي؟ الاول طبعا قبل اي حاجه بنبارك لجمهور نادي الزمالك، وبنبارك لمجلس اداره نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني نادي الزمالك بالشكل المحترم اللي ظاهرين بقى عليه الماتشات اللي فاتت والماتشات بتاعت من دول. اعتقد نادي الزمالك وصل لمرحله دلوقتي من الانسجام ومن الراحه النفسيه بتاع اللعيبه والهدوء حوالين اجواء الفرقه. خلي كل الناس بتتكلم، يعني الناس دلوقتي ما بتقولش ما حدش، ما في زي ما حضرتك بتقول كده يا استاذ احمد ان ما فيش حد بيبقى مستني ماتش الزمالك ومتوقع اي نتيجه سلبيه، لا متوقع الزمالك هيكسب كده، الزمالك هيبقى شكله ايه النهارده، الزمالك هي يعني ايه يعني هيبدا ازاي النهارده. تمام، دي حاجه بتساعدنا كلنا كزملكاويه. تمام، ويمكن احنا يعني اهو عشان برضو الناس بتزعل لما تبقى الفرقه وحشه، لان احنا بنشوف السلبيات اللي موجوده اهو. بنقول يا جماعه ان نادي الزمالك دلوقتي وصل لمرحله من الانسجام والهدوء والمتعه لجمهور نادي الزمالك، ورجعت مدرسه الفن والهندسه فعلا بتفتح ابوابها. وكابتن طارق، اما بتكسب محدش بيقول ولا طب فين ايمن حفني، طب فين مجبوري، طب فين، هي دي طبعا يعني قواعد كره القدم او الاساسيات بتقول كده، ما دام بتكسب خلاص يبقى المدرب كويس واللعيبه كويسه والجمهور كويس كل حاجه كويسه. بس انا سؤالي هل فعلا ان الفوز بيجيب فوز؟ هل الدوري فعلا قرب ولا لسه صعب نقول ده دلوقتي برضه؟ لا، مش عايزين نقول الدوري قرب. الزمالك افضل الفرق اللي موجوده في الدوري حاليا. تمام، يعني الزمالك فعلا اكتر فرق واضح ان في شكل، في مضمون لفرقه الزمالك. نادي الزمالك دلوقتي بقى فرقه مش سهل ان انت تعرف تتعادل معاها، مش تكسبها، لا مش سهل ان انت تعرف تتعادل معاها. بنعرف نجيب جون في اي وقت، بنعرف نجيب جون في كل وقت، اجوان ملعوبه بشكل في 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 اداء، في كوره بتتلعب من نادي الزمالك. غصبا عنك يا استاذ احمد دلوقتي لما بتكسب، واحنا يمكن قبل الموسم قلنا الكلام ده، قلنا ان مستر جروس راجل من المدربين المحترمين اصحاب الاسماء الكبيره في سواء في اوروبا او حتى في منطقه الخليج لما مسك اهلي جده، زائد ان الهدوء اللي متحقق دلوقتي في الفتره دي من 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 من, من الاجواء اللي كانت موجوده نادي الزمالك قبل كده. وانا قلت لك لما كنت معاك يا استاذ احمد الاسبوع اللي فات او من حوالي 15 يوم، قلت لك وجود امير مرتضى منصور في المنظومه دلوقتي عامل استقرار وعامل هدوء، وبعد الراجل وبعد الفرقه عن كل المشاكل اللي ممكن كانت هتحصل، فدي حاجه بتسعدنا كلنا كزملكاويه، ويا رب نفضل كده. هو في هدوء يا كابتن طارق برضه، مفيش تصريحات ومفيش اي حاجه. ما هو ده ما هو ده يعني برضو عدم خروج باي تصريحات. بالظبط، كنا بعض الاوقات بنبقى كسبانين وممكن الناس تطلع تتكلم تقول لك طب فلان ما لعبش ليه، طب فين فلان، طب فين فلان. النهارده ما فيش حاجه خالص، الحمد لله رب العالمين، بتطلع ممكن